قلنا يا جماعة خطرة. شوفوا هذا التقرير الذي ساند خطورة بيع هالحبوب هذه. عطني يا حبيبي. أنا نفس الحبوب اللي أعلنوا عنهم هذه، وهذه اسمها، وهذه أرقامها. لا بعد داخل وبرا الكويت، بديل التكميم وتحويل، وكاتبة طريقة استخدامهم وكم كيلو تنزل ومنو اللي مسموح له ومنو اللي مو مسموح له. لا بعد تفلسف على كل واحد وتقول ان كل واحد وطبيعة جسمه وشنو ياخذ. هذيلا اخذهم الصبح قالت لي على الريج او بعد الاكل، وهذه حبتين قبل الاكل بساعة على اساس تحرق الدهون، وهذيل الحمر كل واحد حبه واحده قبل النوم. يخرعون، بس انا ما هقيت انهم يموتون. عندي مداخله الان مع الأخ.